مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه رواد الاعمال. وكما عودناكم كل اسبوع ان نستضيف رجلا مميز، ومن زاويه رجال الاعمال رحبوا معي بالاستاذ محمد رشيد، صاحب شركه العصريه لاستيراد المواد الغذائيه. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذ محمد. استاذ محمد، بالبدايه بحب اتعرف عليك ونعرف ايضا الساده المشاهدين اكثر بحضرتك عن بدايه حياتك العمليه في دوله الامارات. تفضل. انا محمد عبد الرشيد، مدير وشريك بشركة العصرية لاستيراد المواد الغذائية. جيت هنا الإمارات سنة 2008. أول ما جيت اشتغلت محاسب فترة في إدارة أملاك الشيوخ الشيخ صقر الله يرحمه، حاكم راس الخيمة، بعدها إدارة الشيخ سعود حاكم راس الخيمة، وانتقلت بعد كده أملاك الأخوات والوالدة وكده. في 2014 قررت إن أنا أستقل بنفسي شوية وأعمل بيزنس لوحدي هنا في الإمارات. استقلت تقريبا في 2014 شهر 3. بدأت أفكر في النشاط اللي أنا أعمل نشاط هنا أو بيزنس لوحدي. عملت نشاط استيراد المواد الغذائية شركة العصرية في 2014. بدأنا إن إحنا نستورد بعض المنتجات من مصر، بنجيبها كنا نجيب الطيران، وبعض الأوقات اللي هي بالكونتينرات اللي بتيجي لوحدي. بدأنا نشتغل هنا في سوق العويل مع سوق الجملة. بعدها بدأنا ناخد بشكل تاني، أو إن إحنا ننقل النشاط إن إحنا نشتغل شغل الكاترينج داخل الدولة، اللي هو فود ستاف أو التوريدات المواد الغذائية. الحمد لله بقى لنا 6 سنين تقريبا، الوضع الحمد لله كويس جدا ما شاء الله. فتحنا بعض الاسواق كتيره، منها توريدات لحكومه راس الخيمه هنا، اصول الشيوخ، بعض الشركات الكبيره للتموين وتوريدات المواد الغذائيه في الرزاق، ولا زال ان احنا نستورد بعض. جميل ما شاء الله. خلينا نتحدث الان على العصريه لاستيراد المواد الغذائيه. شو المواد الغذائيه اللي انتم بتقدموها؟ خلينا نتعرف من الاي تو زد، خلينا نحكي عارف المشاهدين. احنا المنتجات الموجوده عندنا اللي هي القائمه الاساسيه اللي هي فريش فود، نعم، وان احنا بنستخدم الخضروات والفواكه الفريش. عندنا تقريبا في القائمه بتاعتنا ما يقرب من 240 صنف فعال ما شاء الله بنشتغل عليهم. بنشتغلهم توريدات للمطاعم والشركات والجهات الحكوميه، وحاليا فتحنا كمان جزء اللي هو التوصيلات للبيت للمنازل، توصيل المنازل. في الجزء الثاني اللي هو متعلق بدراي فود، عباره عن الرز، سواء رز بسماتي او رز المصري، البهارات بجميع انواعها، المكسرات بجميع انواعها. حلو. دي موجوده حاليا، ونامل ان احنا الفتره اللي جايه هنضيف بعض الانشطه تطوروا اكثر باذن الله. ما شاء الله عنكم. طبعا استاذ محمد، كيف قدرت انت تثبت وجودك بسوق الامارات الضخم، السوق المنافس، بالرغم من انه انتم يعني مش يعني طول المدة الزمنية 6 سنوات وليس 10 سنوات و 20 سنة، ولكن انتم قدرتوا تطوروا حالكم اكثر واكثر، كيف قدرت انت تقنع المجتمع بالمنتج تبعك؟ والله اقول لك حاجة، واحنا لما فتحنا الشركة هنا في البداية، هو الحمد لله يعني ان احنا في سوق الامارات هنا السوق سوق مجال اقتصادي، او ان انت تقدر تنافس فيه. المنافسة الموجودة فيه منافسة حرة، مش سوق مغلق، لا، ان انت لو انت عندك خبره، جمعت داتا كويسه على المشروع اللي انت عايز تعمله، اجتهدت في شغلك واهتميت بيه، الوضع عندك ما بيقابلكش اي عوار، يعني في تسهيلات كتير جدا بتبقى موجوده. غير ان انت في دعم نفسه من الحكومه ان انت ازاي تنشط اقتصادك، او انك تتحرك من المشاريع الصغيره كلها دعم في الدوله. نعم. احنا لما بدانا في المجال اخذنا فتره كبيره
كدراسه الجدوى ايه اللي احنا ممكن نشتغل بيها؟ ناس كتير جدا من مجال الاعمال ومن اللي في القطاع او في التخصص ده نفسه فادونا كتير جدا. اخذنا سبورت جامد جدا من الجهات الحكوميه زي وزاره البيئه لما جينا نخلط خمس اجراءات بتاعتنا للدوائر الاقتصاديه والرقابه على المواد الغذائيه، اعطونا سبورت واعطونا داتا كتير جدا ايه اللي احنا نقدر نشتغل عليه. جميل. طبعا انت كرجل اعمال اكيد في لك نظره للمستقبل وفي لك خطه طموحه. فشو انت بتفكر بعد سنتين من الان وين بنشوف الاستاذ محمد؟ والله احنا نامل ان احنا باذن الله تكون شركه العصريه مجموعه شركات العصريه باذن الله، ونقبل ان يكون لها اللي هو بنفس مجال المواد الغذائيه في نفس المجال غالبا، لان هو مجال انا لما دخلته انا حبيته بصراحه. انا حبيت المجال نفسه. فنامل ان احنا تكون تتوسع الشركه يكون لها افرع داخل الدولة وخارج الدولة، بس يكون مقر الأساسي لدولة الإمارات إن شاء الله. طبعا إحنا أكيد نتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر والاستمرار على رأس الهرم، تستاهلوا تكونوا ناجحين في حياتكم. طبعا أستاذ محمد نوضح للمشاهدين أكثر وين إحنا موجودين برأس الخيمة لوكيشن. إحنا موجودين في رأس الخيمة في منطقة القصيدات، نعم، خلف الرقمول، بجوار جراج التواصل، جراج معروف جدا، أو من الطريق الثاني خزام الشارع اللي هو مقابل جراج كارس. طبعا مشاهدين الكرام اللوكيشن باسفل الشاشه والكونتاكت نمبر ايضا لشركه العصريه لاستيراد المواد الغذائيه باسفل الشاشه. طبعا استاذ محمد تعرف احنا موجودين بدوله الامارات العربيه المتحده، الدوله الاولى بالعالم اللي بتنعم بالامن والامان بالرفاهيه بالسعاده والبيئه الاستثماريه، فلازم نوجه رساله شكر لشيوخ دوله الامارات وحكامها. نبداها من شركه العصريه ومن الاستاذ محمد عبد الرشيد. تفضل. هو بصفتي الشخصيه وبصفتي مدير على شركه العصريه لاستيراد المواد الغذائيه بنقدم كل التحيه والشكر والعرفان لصاحب اصحاب السمو والشيوخ حكام راس دوله الامارات وسمو الشيخ سعود حاكم راس الخيمه. اكيد طبعا بنخصه بالذكر لان هو كان والدي، انا بعتبره انه والدي الروحي، نعم، اشتغلت معاه فتره كبيره وكان هم ليهم فضل جامد جدا عليا من ساعه ما جيت دوله الامارات. بندعو لهم الاستقرار والامان ودوله الامارات اللي تفضل مزدهره على طول باذن الله، وندعو لهم كلهم بالصحه ودوام الصحه والعافيه ان شاء الله. طبعا نتمنى لهم الصحه والعافيه ايضا، ونتشكرهم على دعمهم المستمر، وايضا نتشكر الاستاذ محمد رشيد على الاستقبال الرائع والفخم اللي استقبلتنا فيه في الشركه الخاصه بحضرتك. اشكرك جزيل الشكر. شرفتنا في شركه العصريه الاستاذ محمد رشيد. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم سمع العين وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.